لماذا بارك للشعب الكويتي حل البرلمان؟ لماذا اعتبر قانون الاعلام الالكتروني مكمم للافواه ومقيد للحريات؟ ولماذا دعا المغردين الى استخدام اسلوب كليله ودمنه في التغريدات السياسيه؟ هل صحيح ان قانون حرمان المسيء مخالف لروح الدستور؟ ولماذا طالب باعاده النظر في المناهج واعتبر انها تدعو الى التطرف. لماذا دعا إلى, ع... الى الى اغلاق اللجنه الاستشاريه لاستكمال تطبيق الشريعه والهيئه العامه لطباعه القران الكريم والمركز العالمي للوسطيه؟ وهل صحيح ان الكويت سادس دوله في العالم يخرج منها او تخرج منها اموال لدعم الارهاب؟ واخيرا هل عندنا نواب شبيحه لبعض الوزراء؟ هذه الاسئله وغيرها راح يجاوب عليها ضيفنا بعد شوي ورشح الدائره الاولى صالح عاشور الرئيس يقول الحق تعالى: وكرمنا بني ادم عندما جاء مجلس 2012 ونظر في القضايا المتعلقه بالحبس الاحتياطي سواء في الجنايات 21 يوم او في الجنح 10 ايام وقلص ذلك الى 4 ايام و48 ساعه لم ياتي هذا من فراغ أتى من خلال إحصائيات ومن خلال قضايا ومن خلال مناقشات مستفيضة مع الأخوة في النيابة العامة وفي وزارة الداخلية وانتهت بموافقة السلطتين سلطتين وزارة الحكومة والمجلس على هذه التعديلات فبالتالي التوافق النيابي الحكومي أدى إلى هذه التعديلات ومن تعديله في 2012 إلى الآن اتذكر جيدا طلبت من الاخوان سواء في وزاره العدل والداخليه تزويدنا باحصائيات الداله في القضايا التي تسببت تقليص المده الى مثلا افلات المجرم او المتهم من هذه العقوبات، ما كانت عندهم اي احصائيات داله على ذلك ولا في مشاكل في كثره القضايا التي تدل الى التقليص فبالتالي انا اعتقد هذه الخطوه الى الوراء وليس الى الامام يجب ان نحمي الانسان كانسان والمواطن كمواطن فبالتالي في قضايا الحبس خصوصا عندما يكون هناك مواطنين معروفين محل اقامتهم ومعروفين الجرائم المتهم المتهمين فيها في قضايا لا خلاف عليها غالبا في قضايا القتل وفي قضايا الجرائم الكبرى يتم الاعتراف فيها في أقل من 24 ساعة فبالتالي يتجه إلى التجديد بأمر من القاضي وهذا ومن حق القاضي أن يقوم بالتجديد عشرة أيام وعشرة أيام إلى مدة شهر بناء على ما يقدمها النيابة والأدلة وهذا يرجع إلى نوع نوعية القضية فبالتالي لا, لا في داعي لتمديد زيادة مدة الحجز مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام احييكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج تحت المجهر ويسعدني ان ارحب بضيفي لهذه الحلقه مرشح الدائره الاولى السيد صالح عاشور مساك الله بالخير ابو مهدي مساكم الله بالخير وتحياتي للاخوات والاخوه المشاهدين والمستمعين سعداء ان نلتقي معك في تحت المجهر احنا اسعد خلينا نبدا حوارنا معك الليله الساخن ابو مهدي أه، انت كان لك تصريح بعد حل المجلس هي. باركت في للشعب الكويتي حل هذا المجلس النائب صالح عاشور اللي كان عضو في المجلس الاخير يبارك للشعب الكويتي حل برلمان اللي كان هو فيه ليش باركت لهم مجلس 2013 انا قسمه الى قسمين مرحله الاولى مرحله الثانيه المرحله الاولى حقيقه مرحله انجاز اروع القوانين اروع التشريعات ورقابه كذلك قويه يعني قانون اللجوء الى المحكمه الدستوريه كان حل من مجلس 63 تم تحقيقه في هذا المجلس اقتراح نهايه الخدمه اللي انا قدمته مع بعض الزملاء وتبنيته من المجلس السابق كذلك هذا في نوع من المساواه بين كل موظفين الدوله 350 الف موظف الان ياخذ نهايه خدمه بالسابق ولا دينار كانوا ياخذون 110 آلاف متقاعد من قانون التأمين الصحي الصيادلة من قانون الصيدلة الأطفال من قانون الطفل وبالإضافة إلى الرقابة على كثير من الوزراء أدى إلى استقالتهم فكنا صاعدين جيد هالمجلس إنجاز رقابة تشريع للأسف آخر سنة من عمر هذا المجلس السنة الأخيرة الأخيرة المجلس في انحدار شديد ولو كنا مستمرين في على نفس النمط ونفس الانحدار انا اعتقد كانت كارثه برلمانيه وممكن يكون أسوأ مجلس في تاريخ الكويت ليه؟ بعد الانجاز ليه؟ مثال هل يعقل مجلس مجلس يوافق على تغيير الحبس الاحتياطي مثل ما شريط عرض من اربعه ايام اللي مجالس سابقه بشق الانفس تم اقراره ونغير الحبس المواطن الى 21 يوم بتكلم عن موضوع الحبس إيه. الاحتياطي هذا سيارة. مثال لكن وين ال... وين النقطة اللي إيه؟ صار فيها التحول من ال... من, ال... من الانجاز الى مثل ما سميته انت الانحدار إيه. هذا واحد منهم بس بقول بعد اثنين عشان نرجع بعدين ليش انحدار؟ الحبس قانون المسيء من اسمه مسيء اكو برلمان هب... يحرم المواطن هم بتكلم عنه انا بتكلم وصلنا لمرحلة الاستجوابات 14 واحد يعطي وعد يوقع على الاستجواب ويتم سحب اساميهم الاستجواب فكنا اعتقد في انحدار شديد وفي نهايه يعني المطاف موضوع البنزين. فهذا المجلس لو كنا مستمرين فيه بعد سنه اخرى انت راح تصير كارثه انا اعتقد راح كانت تصير كارثه. ولذلك احد الاسباب الرئيسيه انا اعتقد غير المعلن في حل مجلس الامه انه حفاظ على بقية أعضاء مجلس الأمة أن تكون عندهم فرصة للفوز في الانتخابات القادمة حفاظ على رصيد بعض النواب لإعادة انتخابهم, انتخابهم في هذا المجلس نعم لأن خلاص الحكومة ضمنت سيطرتها على المجلس معظم النواب وليس جميع النواب صاروا بجنب الحكومة نسوا واجباتهم بالتشريع وبالرقابة كانوا متفرغين للمعاملات والأمور الأخرى وهذا أنا أعتقد فرغ المجلس من محتوى الحقيقي اللي بديناه من رقابة ومن تشريع طيب. ولذلك مع... هل... هنأنا الشعب الكويتي أن لابد أن هذا المجلس كان تكون لها نهاية وحسناً يعني فعلت السلطة أن تم حل هذا المجلس طيب <applause> هنا على موضوع حل السلطة أنت ذكرت في تصريح كان لك في أكتوبر 2015 قبل تقريبا سنة آه لا أستبعد لجوء أغلبية المجلس بتقديم كتاب عدم التعاون مع الحكومة نتيجة عدم رضاها وبذلك يتم حل الحكومه وتكوين وتكوين تشكيل وزاري جديد. هذا السيناريو البعض يقول مو المفروض هو يكون المنطقي اذا هذا كان المجلس مجلس انجاز والحكومه ضعيفه الا يفترض ان الحكومه هي من تقدم استقالتها والمجلس يعلن عدم تعاونه مع الحكومه؟ وهذا ال 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 الاصل بس ول هذا ما صار ول هذا ما صار ولذلك اكو شيئين الشيء الاول في مرسوم الحل ان لاول مره المجلس في عطله برلمانيه المجلس غير قائم وبالتالي ما كانت هناك يعني استجوابات ولا كان هناك عدم تعاون من المجلس مع الحكومه بحيث يتم حل مجلس الأمة. طلع رئيس المجلس السابق وذكر بان من الاسباب الرئيسيه من احنا الانتخابات راح تصادف صيف وشهر رمضان حر هذا تبرير جميل. للحل. تبرير تبرير للحل. مرزوق الغانم تبرير للحل. طبعا يعني انا اعتقد هناك حل المعلن اللي هو جزء اساسي اكيد المرسوم ان هناك أم أه يعني قضايا اقليميه وامنيه وداخليه. ولكن ال 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 هذا الظاهري. الشيء الاخر اللي انا اعتقد ال يعني ال 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 الشيء الحقيقي في حل مجلس الامه موضوع الصيف هذا بحد ذاته انا اعتقد عذر. الشيء الثاني تفويت الفرصه على على المقاطعين وراح اتكلم اذا صارت فرصه عن يعني راي فيهم أتكملين. مقاطعين بعدم استعداد والتنسيق لمجلس الامه الصحف ذكرت ان الحل جاء كخطوه استباقيه لاعاده اعاده لخبطه اوراق المعارضه هذا ثاني الشيء الثالث انا اعتقد كذلك تفكير الرئيس مرزوق في الرئاسه مره ثانيه فانسب وقت للنواب خلينا لأ نوقف عند هذه النقطه الثالثه ايش علاقه تفكير سيد مرزوق الغانم في الرئاسة تفكير في في حل لأن غالبية الأعضاء الآن في هذا المجلس قريبين من الأخ مرزوق الغانم إذا تم إعادة انتخابهم راح يضمن الرئاسة بشكل مريح فبالتالي استمرار في الخطة الحكومي في موضوع مشروع الإصلاح الاقتصادي راح يفقدون رصيدهم الشعبي. وبيّن فقط من قضية البنزين, البنزين شون قاعد تقريبا إلى الآن سبعة أو ثمان من طيب النواب الحاليين فقدوا رصيدهم. بالتالي فبالتالي أنسب وقت كان هذا الوقت على طار الرئاسة في أبريل 2016 أنت ذكرت أن عنصر الشباب سيكون له دور كبير جدا في الانتخابات القادمة وقد يكون له رأي وموقف وتواجد في انتخابات الرئاسة القادمة فسر لي شلون راح يكون للشباب دور ورأي في انتخابات الرئاسة القادمة يعني اليوم نظره على المرشحين غالبيه المرشحين اليوم شباب في كل الدوائر ما عدا بعض يمكن ثلاثه او اربعه من اللي بالثمانينات مرشحين منهم يعني اللي كانوا بالثمانينات يمكن ثلاثه بس مرشحين غالبيه المرشحين هم جدد هم الشباب الشاب جاي يعني برؤيه جديده ما يقولك سيد مرزوق الغانم هم شاب ايه هو شاب لذلك هل قاعد لك الشباب هم اللي راح يختارون الرئيس القادم هل هو في منافسين للرئاسة الى الان يمكن ثلاثة أربعة عندهم نية نزول انتخابات من هو بس الوحيد اللي, اللي نعرفه يعني يعني حسب يعني اللي يقال وكثير ما يقال في هذا الجانب يعني سابقا الانتخابات الماضية المرشح الأخ عبد الله الرومي كان كان عنده نية ترشيح للرئاسة أحمد باخر عنده نية ترشيح للرئاسة محمد براك عنده نية ترشيح الرئاسة ممكن توجه القبلي اللي الان عدد اللي راح يوصل الى مجلس الامه لا يقل عن 20 نائب ممكن يف ما تعتقد انت بحكم خبرتك في مجال يعني واطلاعك على الشان ان الطريق سالك للسيد برزوق الغانم في المجلس القانوني؟ اكثر حظا الا اذا تغير الموقف الحكومي الا اذا تغير الموقف الحكومي الحكومي يعني الحكومه بالتالي متضامنه وعندها 16 صوت انتخابي عدو لا ممكن يسوون فيتو ممكن ينجحون لو أنت تتوقع راح يسوون فيتو إلى الآن لا ولكن طريق هذه السياسة لغة, طريق مصالح طريق آه لغة مصالح لغة آه مصالح ها سالك ولكن بصعوبه انا اعتقد راح تكون اي راح تكون صعبه يعني اصعب من الانتخابات الماضيه. راح تصوت حق سيد مرزوق الغاني؟ الله اعلم خلينا نشوف اول الله يوفقنا نصل الى البرلمان شباب لا لا في مرشحين صرحوا انه راح ننافس على الرئاسه انتهت نتائج ها؟ ما حققوا نجاح في دوائرهم الانتخابيه فاحنا خطوه خطوه انا اعتقد هي الانسب العمليه الانتخابيه قبل ما اروح حق موضوع عوده المقاطعين انت ابو مهدي عاصرت اربع رؤساء آه سيد احمد السعدون المرحوم سيد جاسم الخرافي لفتره وجيزه سيد علي الراشد والسيد مرزوق الغانم باختصار وبشكل سريع جدا تقييمك لكل واحد منهم والله هو صعب ان نقيم في هالعجاله يعني اذا نبدي اذا نبدي بالسعدون السعدون يعني متمسك بالدستور وباللائحة أكثر من اللازم مرحوم أه جاسم خرافي أبوي وأخوي ها يهمه الجمع الكل ويهمه وحدة الكلمة ويهم التوافق وهذا أنا أعتقد ميزة إلى الآن ما حد عنده هذا الجانب أه علي الأخ راشد. علي الراشد ما أعطيناه الفرصة الكافية زين بس كان عنده طموح وخطط كثيرة الفرصة ما سمحت أن نقيم التقييم حقيقي يعني في هذا الموجود في هذا الموضوع آه، مرزوق آه، ذكي اداري ناجح بس عنده انفراد بالراي شلون يعني عنده انفراد بالراي يعني عنده رايه بالتالي يستشير بس آه، فاذا عزمت وتوكل على الله اعتقد ما قبل الايه الكريمه فهذا يعني فهذا امر يحسب له يعني ولا انتم بعض المرات تحسب له بعض المرات لا تحسب له لربما رايك حقه في النهايه يقول لك انا رئيس المجلس طبعا حقه يعني. هذا بس انا قاعد اقول لك يعني بالنهايه زين الراي النهائي ما للرئيس ما كان يسمع لكم؟ انا ما كنت وايد قريب منه عشان يسمعني بس في نفس الوقت ليش ما كنت قريب منه وايد؟ يعني كثيرا كنت اقاطع الجلسات الخاصه مكتب المجلس ليش كنت تقاطع الجلسات الخاصه؟ مثل جلسه البنزين على سبيل المثال تم ارسال دعوه خلافي معه وانا بينت له حتى في المكتب ان هناك طلب من 35 نائب الى عقد جلسه خاصه انت قاعد تدعو الى جلسه من خلال مكتب المجلس جلسه مكتب المجلس غير رسميه قراراتها غير ملزمه سريه ها الشعب ما يطلع عليه في حين الجلسه العامه عامه غير سريه رسميه رسميه تنقل نعرف راي الحكومه نعرف راي ممثلين الشعب بعدين القرار الى صدر الحكومه ملزمه وكنا مهيئين ان تواقيع من الاخوه النواب ان نصدر قرار نلزم الحكومه رد السيد مرزوق الغانم وذكرنا ما كان في وقت عشان انا حاولت اني استعجل الخطوات وهذا الخلاف خسرها. احنا نقول انت ارفع للحكومه خل الحكومه تتحمل المسؤوليه خل الحكومه تقول ما في وقت خل الحكومه ما تحضر زين لا يكون العرقله من المجلس لا يحملون احنا المسؤوليه في النهايه معظم المواطنين حملوا النواب المسؤوليه لانهم على الاقل ما قدروا يسوون جلسه خاصه ما قدرنا نسوي خلينا هنا ايضا نتكلم عن اجواء الانتخابات موضوع عوده المقاطعين انت من ايام وصفت آه المشاركين في مجلس الصوت الواحد بدخولهم من وصف كلامك من وصف المشاركين في مجلس الصوت الواحد بدخولهم لمزبله التاريخ بدا يعد العده للدخول في نفس المجلس ونفس نظام التصويت رغما عن انفه صحيح من تقصد؟ المقاطعين وأنا كل المقاطعين اللي شاركوا في الانتخابات كلهم 15 واحد وانا يعني ببين اكو فرق بين المقاطع وبين المعارض او المعارضه ان صح التعبير. المقاط المعارضه الحقيقيه لمن يقاطع فتره من الزمن عنده وجهه نظر وراي سياسي فبالتالي بعد المشاركه لمن ياتي يفترض عنده رؤية للإصلاح السياسي عند رؤية للإصلاح الاقتصادي عند رؤية للتنمية الحقيقية عند شيء لإنقاذ البلد في المرحلة القادمة طيب. هذا يعتبر معارض أنا ليش سميتهم مقاطعين لمن يو وشاركوا في الانتخابات وسجلوا أولى تصريحاتهم تصريحات فيها إثارة طائفية ضرب بالمجلس السابق ها فبالتالي واضح أنهم ما زالوا في نفس عقلية قبل خمس سنوات ما زالوا نفس في المربع الأول أسلوب الإثارة أسلوب الهجوم عدم التعاون عدم تعددية عدم الاحترام الرأي الآخر وهذه مشكلة المقاطعين هم ما عندهم رؤية سياسية ولا عندهم مشروع إصلاحي شامل فبالتالي يركزون على القضايا الإثارة ولذلك أول ندوة لهم إلا مكة عدوا لا هل في احد ضد مكه المكرمه؟ هل في مسلم في العالم لا يقدس بيت الله سبحانه وتعالى؟ إيه هم يقول لك تداعى كان اكو حدث سياسي فرض نفسه على هذا مو حدث سياسي هذا لا احنا في النهايه هذا موضوع آه مهم من منطلقات شرعيه ومنطلقات ايماننا وحبنا لمكه المكرمه، احنا تداعينا وسوينا ندوه وين المشكله؟ لا لا المشكله ان اول شيء انت في فتره انتخابات وعندنا مشاكل داخلية لا لها أول ولا تالي أولويات إحنا شفنا هذه الأولوية أهم من أولوياتنا الداخلية إذا كان مكة يعني طيب. هنا. حتى لو كانت هي كعبة إذا الكعبة أولويات خارجية اليوم واقع المسلمين هو تمزق المسلمين اختلاف بين الدول الدعوة الحقيقية يجب دعوة إلى إيش إلى التقارب وجهات النظر دعوة إلى التعاون دعوة إلى التعايش دعوة إلى أن نجمع دول المنطقة حول قضايا ما عليها خلاف مثل مكه المكرمه، اما ان تعمل يعني ندوه وكلها ضرب في دول المنطقه ضرب في الدول اللي هي جزء من المشكله الاساسيه في المنطقه بعيد عن التعايش وبعيد عن ايجاد يعني مخارج وحلول لقضايانا، فبالتالي تمزيق اكثر للمجتمع عدم طرح حلول لمشاكلنا وهو دورنا. احنّا في دورنا الآن في هالمرحلة يفترض نطرح حلول لكل المشاكل سواء الإقليمية أو الداخلية بحيث المواطن يطمئن على المستقبل. طيب بشكل قبل تت... ما أطلع بس إلى الفاصل أيضاً على موضوع المقاطعين، أنت ذكرت بعد قرارهم بالمشاركة على المقاطعين الاعتذار من المسجونين وأهاليهم وعلى رأسهم الأخ مسلم بن براك لأنهم خذلوهم وتبين أن لا مبدأ لهم. خذلوهم مسلم بن براك؟ طبعاً. 100% خذلوا الريال. أول شيء المبدأ المقاطعة ولن نسمح لك في قضية مرسوم الصوت الواحد. كم مغرد الان على هذه القضيه وكان يعني تابع للمقاطعين موجودين الان بالسجن. كم واحد الان عليهم قضايا في النيابه العامه وفي المحاكم؟ عشرات من الشباب، وكم واحد دخل السجن وطلع؟ في النهايه بعتوا القضيه كان لم يكن ولا اعتذار لا لهم ولا للشعب الكويتي ولا لقضيه المجلس. هذا بالتالي ما يحتاج اعتذار. تعتبر, تعتبر خذلان لمسلم طبعا دار. انا اعتبره خذلان لانه ما وقفوا على مبداهم. كان الكلام لاذع بالنسبه للمجلس، لاذع في كلمات يعني انسان يعرف لسانه عن يقول مثل الكلمات في مرسوم الصوت الواحد والمشاركين، في النهايه هم شاركوا. فبالتالي ما ينطبق على المجلس. صوت الواحد ومجلس بربع ومجلس مناديب ومجلس ما كذا راح هو ينطبق عليهم طيب أه هل المجلس كان في مجلسكم في جيب الحكومة أبي أسمع منك التعليق على هالتصريح وعلى موضوع الوثيقة الاقتصادية بس بعد الفاصل فاصل قصير ونعم المحاسبة على هذه الميزانية، فبالتالي التصريحات والشعارات في واد والاجراءات وعمل الحكومة في واد آخر حسب الموجود عندنا. الشيء الآخر الملاحظ على الأقل في الترشيد في الأونة الأخيرة كل الجهات الحكومية بدون استثناء ذهبت إلى موضوع البحوث والدراسات، هذا البند هي بند تنفيع، هي بند محسوبيه، هي بند هدر للميزانيه العامه للدوله. هل يعقل ان هذا البند نصل في نهايته الى مئات الملايين والتقرير في النهايه شو يقول التقرير؟ مئات الملايين على بند البحوث والدراسات في النهايه شو يقول؟ انه بس في الاربع سنوات 186 مليون على هذا البند. وبعدين يقول دون انعكاس قيمة هذه الأبحاث والاستشارات على أرض الواقع بشكل ملموس. وبالإضافة إلى ذلك في هذه السنة بند الأبحاث والدراسات في ازدياد بالملايين من الدنانير. الشيء الآخر خدمات أخرى فاقت 300 مليون. تفضل فبالتالي نأتي إلى هذا البند 186 مليون صرف على الاستشارات والتقرير يقول لم ينعكس هذا على ارض الواقع ولم تستفيد منه الجهات الحكوميه، فبالتالي كان من باب اولى ان هذا البند يقف لا ان يزداد كل سنه بملايين من الدنانير. ناتي الى بند اخر في الميزانيه، يفترض هذا البند يقف عند حده، موضوع المصروفات الخاصه يفترض في هذه الظروف الاستثنائيه تقف المصروفات الخاصة، ولكن بند المصروفات الخاصة تجاوز 62 مليون وهذه السنة في الميزانية التي فيها ترشيد كذلك زادت ملايين من الدنانير على هذا البند رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ولا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقه مرشح الدائره الاولى السيد صالح عاشور. ومهري قبل الفاصل تحدثنا عن اجواء الحل ومرسوم الدعوه الى الانتخابات القادمه وعوده المقاطعين. انت في سياق الكلام في بدايه الحوار ذكرت ان لو استمر هذا المجلس لكانت هناك كارثه على العمل البرلماني والعمل السياسي في الكويت. كان لك تصريح سابق ذكرت فيه ان المجلس في جيب الحكومه وساعدها في اشياء كثيره. مجلس 2013 كان في جيب الحكومه؟ نعم. اعطيك مثال او أساسي. مثال اساسي. تقرير لجنه الميزانيات على كل ميزانيات الجهات الحكوميه الوزارات والملحقه عدم الموافقه على الميزانيه. ليش؟ لان في كثير من البنود فيها تجاوزات، هذا واحد. في عدم الالتزام بملاحظات لجنه الميزانيات وكذلك ديوان المحاسبه. في نهايه المطاف شنو كان القرار؟ الموافقه على معظم الميزانيات والحسابات الختاميه. هذا مو مؤشر ان المجلس في جيب الحكومه. هذا واحد. عندما يتم استجواب استجوابي لوزيره الشؤون في حول قضيتين، تخصيص جمعيات التعاونيه وموضوع اللي انا اعتقد ارقى موضوع انساني، موضوع الايتام. دور الرعايه. دور الرعايه والايتام ومشاكلهم وقضاياهم اللي وصلت الى المحاكم لاول مره في تاريخ الكويت السياسي. ويتم التعهد من قبل 14 نائب في موضوع طرح الثقه. وفي النهايه لن نحصل على عشره. هذا المجلس مو في جيب الحكومه؟ المجلس اللي يتراجع في موضوع الحريات، شوف كل القوانين فيها تقييد الحريات، موضوع الجرائم الالكترونيه، الاعلام الالكتروني، المسيء. هذه مجموعه من القوانين كانوا يعتقدون ان هي لضبط قضية الحريات ولكن احنا ميزتنا في دولة الكويت عن كل دول الخليج هي في قضية ان عندنا دولة في يعني حامش, من حامش, كبير من الحرية عندنا حرية اكثر من الديمقراطية طيب ولكن هذه الحرية كنا نتمتع فيها اليوم تم تقليصها بسبب المجلس؟ مجلس بسبب القوانين قوانين الجرائم الالكترونيه قوانين الـ 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 المرئي والمسموع الاعلام الالكتروني المسيء كل هذه القوانين هذه القوانين حددت موضوع الحريات بالكويت وبالتالي ودائما الحكومات ايش تبي ما تبي حريات ما تبي نقد ما تبي من يبين يعني سلبياتها ما يبين تجاوزاتها ما يبي واحد يبين الهدر في الميزانيه والمجلس هذا يا اقر قوانين اقر كلامك نعم قلصت في هامش الحريه اللي كنا نتمتع موجوده عندنا بس مشورة واضحه اليوم اي مغرد اليوم يفكر عشر مرات ها قبل لا يغرد طيب. لان عندنا نماذج موجودين بالسجن على ثلاث سنوات وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات لتغريده من 40 او 30 كلمه طيب دام دام انت فتحت هذا الموضوع خليني انا اول شيء هني اخذ قانون الجرائم الالكترونيه انت عرفت هذا القانون نعم. وذكرت انه يقيد حريه الراي الى الاخوه المغردين في ظل مصادره الحريات والوضع الحالي ارجو منكم استخدام اسلوب كليله ودمنه في التغريدات السياسيه ليش تبي تبيهم يلجؤون الى, الى 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 الترميز السياسي في حين هم قاعد يقولون لك لا انت تكلم ماكو مشكله قول رايك بس لا تشتم لا تسب لا, لا تغلط على احد بس احنا لازال المجال مفتوح انك تعبر عن رايك بكل حريه لا لانه شنو تضمن القانون صحيح تعبر عن, عن كل حريه ولكن بعض مواد القانون اذا اذا ترجع للذاكره يوجه لك تهمه ان انت من وين حصلت على هذه المستندات انت الان عندك تغريده نقد زين في قضيه معينه يرفع لك قضيه وزاره العام ترفع لك قضيه ان هاي المستندات كيف حصلت عليها هذه كانت مثلا خاصه من وزاره يرفعون عليك قضيه ان من تقصد في هذه التغريده معاي بالقضايا السياسيه اللي انا قدمت اقتراح بقانون ان يفترض قضايا السجن لا تتعلق في قضايا الراي زين خلها غرامه لانه بالتالي راي سياسي نقد سياسي على حدث من الاحداث او على راي من الاراء على موقف من المواقف حتى وانت قاسي حتى قاسي غرامة. غرامه ليش سجن هذا سجين راي يعتبر في النهايه احنا كنا نفتخر ان في دوله الكويت ما عندنا ولا سجين راي اليوم عندنا اليوم رأي. عندنا سجناء مو سجين راي سجناء بالسجن موجودين عن قضايا الراي سواء الراي السياسي راي متعلق بقضايا حقوق الانسان راي متعلق بقضايا البدون راي متعلق بقضايا التمييز قضايا بس ما عندهم رد العقائديه لا مهدي يقول لك في النهايه ما عندنا احنا الى اليوم الكويت تفتخر ان ما عندنا سجين راي من هم مسجونين اليوم في السجون؟ لا هم بسبب مخالفتهم مو للقانون مو انا اقول هو صحيح قانون ولكن قانون جائر قانون مخالف لاصل الدستور ما يخالف الاغلبيه الاغلبيه مثل ما تفضلت تجيب الحكومه قريب من الحكومه زين مو انا اقول تقرير منظمات العفو الدولية ومنظمات متعلقة بحقوق الإنسان في آخر سنة حتى وزارة الخارجية الأمريكية أن تم تقليص هامش الحرية الموجود بالكويت بسبب هذه القوانين ود السيد يعقوب الصانع الوزير السابق وذكر أن التشريع الجديد يتكلم عن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لتنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات وحماية البيانات القن... القانون يهدف إلى حماية المجتمع والأفراد والأمن العام الحريات المسؤولة هي القصد الرئيس من وراء إصدار هذا القانون أما ما يثار من أن القانون يعمد إلى التضييق على الحريات كلام مغلوط وليس له أي أساس من الواقع نرجع إلى الواقع كم سجين الآن بسبب رأي بالسجن؟ أنا موجه سؤال أكثر من أربعين واحد تم توجيه تهمة في النيابه العامه وحجزهم وما زال مجموعه منهم في السجن، قضايا راي لا قضايا قتل ولا سرقه ولا اعتداء على مال العام، كلها قضايا راي وبالتالي الواقع هو اللي يعبر عن مصداقيه القانون هذا، الواقع الان في هناك سجناء راي عندنا يعقوب يعني صانع يقول كلامكم كله مغلوط لا مو مغلوط وما له اي اساس كم كم واحد يعني لو لو يذكرني الاسماء ذكرتهم الان كم واحد الان في الفتره الاخيره تم انتهاء مده الحبس وخرجوا من الحبس قضايا الراي مو قضايا يعني اعتداء على المال العام لأنهم مو هم موظفين عامين في الدوله كانوا مغردين هم طيب هذا الحين قانون قانون الجرائم الالكترونيه اللي انت اعتبرته احد القوانين او احد المساوى للمجلس نعم. 2013 اللي ساهم في تقليص حريه الراي قانون الاعلام الالكتروني ايضا انت عرفته وذكرت انه مكمم للافواه ومقيد للحريات ويجب تعديله بشكل كبير حتى لا يتعارض مع المكتسبات التي كفلها الدستور القانون بوضعه الحالي يؤكد ان الحكومه لا تتقبل وجهه النظر المخالفه لها زميلك في المجلس النائب السابق عبد الله المعيوف، ذكر ان قانون الاعلام الالكتروني من القوانين المهمه التي تحتاجها الكويت لمسايره مستجدات العصر في مجال وسائل الاعلام الحديثه، هناك قذف وسب واتهامات وافتراءات تمارس من قبل المشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي. شوف اكو شيئين. اول شيء يجب ان نفهم الخلاف على المبدا اول شيء، قبل الدخول في التفاصيل، على المبدأ, المبدا من اي ناحيه؟ الفضاء الخارجي اللي هو الالكتروني هل تملكه وهذا كان احد مداخلاتي واعتراضي حتى الخبير القانوني او الدستور في المجلس قال هذا وجهه نظر صحيحه هل الدوله تملك الفضاء الخارجي بحيث نظمه هي ما تملك الفضاء الخارجي فضاء الخارجي هذا ملك الناس ملك العالم مثل الهواء الدوله تملك الهواء لو الدولة تملك الهواء كان حطت ضريبة على الهواء وحطت لها تسعيرة وحط لها قانون كذلك فهي بالاساس ما تملك أيوة. هذا الشيء، فبالتالي كيف تنظم؟ اليوم انت اذا تبي تسوي لك موقع الكتروني، تسوي موقع الكتروني في وين؟ في اجهزه في الدوله في جهاز خاص لك وتعمله في الفضاء الخارجي، تسوي لك موقع الكتروني، الدوله ما تسمح لك اليوم اذا بتسوي لك بسبب موقع. هذا القانون بهذا القانون يقول لك تعال ادفع 500 دينار، تعال حط لك مدير تعال أحط لك كذا زين الى ان يتم الترخيص لك في شيء ما يملكه لان كانت, أنت كانت العمليه قبل سايبه لا سايبه وقالت حسب أنت تعبير أنت البعض حارة كلمة ايده انت ما فاحنا الحين أه، الموضوع لا مو تقنناها اداريا ما هذا نشيطاني. مو تقنين انت تقدر تقنن في موضوع الصحافه والنشر لان يصير طباعه داخل الكويت في موضوع الجرائم الإلكترونية غير الإعلام الإلكتروني هي اللي موضوع المعلومات والجرائم اللي تحصل الإلكترونية هذا تملكها اما موضوع الاعلام الالكتروني هذا موضوع الفضاء الالكتروني الانسان إن يعمل له اكونت او يسوي له شركه او يسوي له اي شيء كان سواء داخل الكويت او خارج الكويت هذا ما يحتاج ترخيص من الحكومه وبالتالي هذا المبدا هذا المبدا ولذلك على على هذا المبدا انا عرضت هذا القانون انت ما تقدر تنظم الـ الـ الفضاء الخارجي انت ما تملكه عشان تنظم هذا القانون باعتقادك تقييد على الحريات ما يبون حرية الرأي تنتشر بصورة واضحة وهل هنا الشعب الكويتي كله يعني يتكلم ويسيء لا احنا عندنا اليوم شريحة كبيرة من المغردين عندهم آراء فيها نقد مباح وفيها نقد يعني نستفيد منها ويعطون آراء في الجانب السياسي آراء في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي في الجوانب المتعلقة في الأسرة في الرياضة في الأمور الأخرى قاعد نستفيد منها انت الان تبي تنظم كل هذا الفضاء الخارجي بقوانين من خلال التضييق عليهم، اليوم كم واحد راحوا يرخصون في موضوع الاعلام الالكتروني ما تم ترخيص لهم، عدو لا؟ واللي يبي يرخص لازم يحط له ضوابط، يحط له مدير ويحط له كذا تعجيز؟ تعجيز انا اعتقد، طيب ولذلك أه وقفنا ضده. طيب، قانون حرمان المسيء، انت نعم. آه ناشدت حضرة صاحب السمو رد قانون حرمان المسيء من حق الترشح لانتخابات مجلس الامه، التعديل الاخير الذي شهده قانون الانتخاب واقره مجلس الامه جاء مخالفة لروح الدستور والقانون وينطوي على مصادره حق المواطن من المشاركه السياسيه وابداء الراي. ماشي هذا كلامك؟ حلو. رد الشيخ محمد العبد الله على كل من انتقد اقرار قانون المسيء وذكر ان من يعيب في الذات الالهيه والاميريه لا يستحق أن يكون عضوا في مجلس الأمة لأن أول عمل لأي عضو يدخل مجلس الأمة هو القسم بأن يكون مخلصا للوطن وللأمير ولذا لن يسمح لمن صدر بحقه حكم نهائي لساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير بأن يرشح هذا هو الخلاف الآن قانون. وين اعتراضك على كلام أنا محمد و... عبد الله؟ أنا أبين أصلا هو قانون من اسمه هو قانون مسيء زين لأن لازم نفرق بين الجريمة وبين الحق الدستوري نعم من يتعرض للذات الإلهية من يتعرض للذات الأميرية حسب نص المواد الدستور والقانون الكويتي ممكن تجريمه ويحالته إلى النيابة العامة ويأخذ حقه الجزائي هذا من ناحية الجزاء إحنا نتكلم من ناحية الممارسة السياسية أنا مواطن الدستور يكفل يكفلني أن حق الانتخاب والترشح التعرض للذات الإلهية ممكن إنسان يتوب ممكن إنسان يندم وبعد ما ياخذ جزاء حرمانه مدى الحياه من الانتخاب والترشيح على اي اساس؟ هذا حق دستوري هناك انا عملت جريمه عملت شيء مخالف الدستور ومن خلال القانون تم تغريمي او تم سجني وتقييد حريتي نفس الشيء انت, ما أنت على المبدا عندك اعتراض طبعا انت مو مو انت يعني مو انه يعني ماشي طبقوا عليه القانون بس خلوه يترشح لا انت تقول لا تطبقوا عليه القانون لانه هو في النهايه قال راي هو قال راي وفي نفس الوقت انت ليش تمنعه؟ يعني هو ابدأ رايه اذا كان رايه مخالف للقانون انت تقدر تودي المحاكم ياخذ جزاء، عد ولا لا؟ ولكن في النهايه هو عنده حق الدستوري في الانتخاب وابداء وجهه نظره في الترشح والانتخاب. فكيف انه تحرمه من هذا الحق الدستوري؟ ومدى الحياه يعني انت ما حطيت كذلك في القانون انه ما لم يعيد له اعتباره البعض يقول ان هذا القانون فصل على النائب السابق مسلم براك في نوع من الصحه لان هذا القانون كم بالصحه تعطيه كم بالمئه؟ اكثر من 50% لانه ما في مده ما في مده معينه زين وفي القانون يعني ما في مده وفي رجعيه كذلك، صحيح طلع راي من فتوى التشريع ولكن رايه في التشريع هو راي استشاري غير ملزم. في النهايه الشخص ممكن حرمانه وعليه ان يلجا للقضاء. طيب موضوع الحبس الاحتياطي، اتمنى سحب التعديلات على قانون الاجراءات الجزائيه الذي هو اعاده للقانون السابق المتعلق بالحبس الاحتياطي، اغلب القضايا المتعلقه بهذا الشيء متعلقة بقضاء الراي واغلب المتهمين معروفين وبالتالي لا مبرر للتعديل. المبطل هذا القانون صدر اول في, في مبطل واحد في مبطل واحد تم تعديله في تم تعديله في مبطل واحد, واحد وهم يتفاخرون نواب مبطل واحد بان ان كان هناك ميزه لمبطل واحد فهو التعديلات التي جرت على هذا القانون وجاء مجلس 2013 والغى هذه أه التعديلات ابي تعليقك أه على أه هالموضوع أه ونبي ندخل على البنزين بعد الفاصل عشان نسخن أه فاصل <applause> قصير من رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ولا زال حوارنا الساخن مستمر مع ضيفنا مرشح الدائره الاولى سيد صالح عاشور. ابو قبل الفاصل انت قلت أن مجلس 2013 في جيب الحكومه لانه ساهم مساهمه كبيره في تقييد الحريات عبر اقراره لمجموعه من القوانين واستعرضنا بعضها قبل الفاصل. جينا على موضوع الحبس الاحتياطي. مجلس 2012 المبطل الاول تفاخر بان ساهم في تعديل هذا القانون. يا مجلس 2013 مجلسكم ورجع مره ثانيه على التعديلات القديمه ليش انت تعتبر هذا ايضا ساهم في خانه تقييد الحريات. حضرت اللجنه التشريعيه وسالت الاخوان في وزاره الداخليه اللي هم متبنين القانون اي اعاده القانون السابق قلت يفترض الان تعطونا احصائيه تبينون فيها كم قضيه من القضايا اللي ما سنحت لكم الفرصة من خلال الأربع ثمانية واربعين يوم أو أربعة أيام أن تنتهون من التحقيقات وبالتالي إحالتها إلى النيابة العامة بحيث إحنا نقول نعم القانون الجديد قيد وزاره الداخليه في الوصول الى الحقيقه القانون و... الجديد تقصد هو التعديل الجديد الى 48 ساعه 48 ساعه وبالتالي نرجع الى القانون القديم كلام عام ما في احصائيات ما في نوعية معينة داخلية, داخلية, داخلية ولا تشريعية داخلية في اللجنة في التشريعية فبالتالي أنت عشان ترجع القانون للقانون القانون القديم يجب أن يكون هناك مستندات وهناك أدلة وهناك إثباتات أن القانون الجديد اللي تم إقراره في مجلس 2012 هو سبب الرئيسي لعدم الاستدلال على الجنات والمجرمين أو الوصول إلى من يقوم في هذا الجراب وبالتالي القانون يكون معوق امام عمليه يعني ايجاد العداله في المجتمع الكويتي ما عندهم احصائيات مجرد انه يرغبون اعاده الى القانون القديم, القديم. مجرد ان عندهم رغبه في ابقاء الشخص محبوس اربع ايام بالمغفر او 21 يوم على ذمه التحقيق في النيابه العامه والمجلس و... ساعدهم في ذلك والش... والمجلس ساعدهم بالاضافه بالاضافه ان خلينا نقول معظم هؤلاء المتهمين كويتيين طيب أنت الحبس متى يكون خوفاً من الفرار أو في القضايا المالية الكبيرة والفرار أنت تعرف محل السكن ماله والقضايا المالية الكبيرة حسب حتى القانون الجديد يحق تمديد لمدة عشرة أيام ثم تمديد عشرة أيام مماثلة ثم تمديد عشرة أيام لمدة ثلاثين يوم بأمر من القاضي. فبالتالي يحق للقاضي حجزه لمده شهر اذا اعتقد ان حجزه ضروري او مستحق للوصول الى يعني الحقيقه او ما وراء الجريمه، فبالتالي ما في هناك يعني ما في سبب ان نعطي الحق في التوسع في التقييد. هذا ايضا ساهم في تقييد الحريات. والاصل هو الحريه واخذ ضمانات. اخذ كفالة اخذ مبالغ مالية طيب. خصوصا معظم الجرائد يا اما جنح صحافة واعلام وما شابه ذلك وفي القضايا الجنائية عندك 30 يوم يحق لي قاضي التجديد تجديدة فما في مبرر يعني طيب. وغياب الاحصائيات هذا بعد كان اكبر دليل على ذلك طيب قبل ما أتكلم عن وثيقة الاصلاح الاقتصادي انت كان لك تصريح في مايو 2009 امم على رئيس الوزراء القادم ايا كان شخصه المجيء بحكومه قويه ببرنامج عملي لحل قضايا ومشاكل المواطنين والا فاننا لن نضع يدنا بيدك. صحيح. هذا الكلام كان في 2009 احنا الحين في 2016 مم. ومرت عده حكومات على سمو الشيخ جابر المبارك مم. تقييم صالح عاشور لحكومات الشيخ جابر المبارك. يعني شوف هو هذه اطول حكومه له ثلاث سنوات تقريبا ونص. ولان هذه اطول حكومه هناك بعض الانجازات لحكومه الشيخ جابر مبارك حكومات السابقه كانت قصيره كما كانت حكومات الشيخ ناصر محمد مشكله سمو رئيس الوزراء انا اعتقد ان الوزراء في حكومته ما ساعدوا على تطبيق البرنامج ولذلك هو اكو برنامج اصلا الخطه الحكوميه اللي تم تقديمها للمجلس على الاقل ولذلك تقرير وزاره التخطيط حول نسبه الانجاز للحكومه لم يتجاوز 36% بمعنى ان هناك في مشاكل داخل الحكومه خصوصا في موضوع القياديين والوزراء في تنفيذ الخطه، اذا الخطه تم اعتمادها من مجلس الامه. الوفره الماليه كانت موجوده. المستشارين والخبراء والشباب المتعلم موجود اكو هناك مشكله حقيقيه في حكومته بما فيها يعني الوزراء الوزراء والتنفيذيين تتوقع عودتة وهو مبدا مبدا ان الكفاءات ما كانوا موجودين تتوقع عودته لرئاسه الحكومه؟ أنا أعتقد عودة سمو رئيس الوزراء إلى الحكومة نسبته عالية جداً والظروف قاعده تساعده في عوده الى سده رئاسه الوزراء جزء ممكن احتماليه ان توافق الاسره في هذه المرحله عليه في هذه المرحله ولذلك اعتقد راح يستمر في الوزراء طيب نعم. موضوع وثيقه الاصلاح انت ذكرت قبل ايام في تصريح ان الكل يشعر اليوم بصعوبه الوضع المعيشي للمواطن نتيجه قرارات الحكومه بشان الكهرباء والبنزين والقرارات اللي سوف تتخذها بالمستقبل بخصخصه جهاز جه... جهات مهمه بالدوله. هذه الخطوات اتجهت لها الحكومه للاسف نتيجه موافقه بعض اعضاء مجلس الامه على وثيقه الاصلاح الاقتصادي والتي تضمنت هذه القضايا. النواب قاعد يردون يقولون احنا ش علينا؟ هذه كلها جات من الحكومه وثيقه الاصلاح الاقتصادي احنا ما لنا دور هي كلها تتعلق بالحكومه هي الجهه التنفيذيه ليش قاعد تحمل انت بعض نواب مجلس الامه سؤال في محله وزينه تعطيني فرصه انجاب اول شيء هذه هي الوثيقه بعطيك فرصه بس مو وايد اي هذه هي الوثيقه والوثيقه وبعد المناقشه وتبادل انتهت اللجنه باجماع اعضائها الحاضرين الى الموافقه على وثيقه الاصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومه اي لجنه لجنة المالية الاقتصادية فاللجنة المالية الاقتصادية بإجماع أعضائها موافقين على الوثيقة وجزء من الوثيقة كذلك نقراها تحرير أسعار الوفوق الوقود وفقا للأسعار العالمية مع مراعاة أصحاب الدخل المعدود بتقديم دعم مباشر للمواطنين فبالتالي الوثيقة تتضمن مو بس قضية الوقود شوف الوثيقة تتضمن زيادة أسعار البنزين تتضمن اعاده النظر في موضوع الكه... اسعار الكهرباء والماء للدخ للمواطنين كذلك ما الغيناها اجلناها تتضمن الزياده يعني لو مستمر مستمر المجلس اعتقد في زياده للكهرباء والماء صار موضوع الكهرباء وتم التصويت وتم استثناء سكر الفصل اجلناه ما الغيناه وبالتالي استثناء استثناء السف... تاجيل موجود بنفس الوثيقه لا ما استفقيتو. لا استفقيتو تاجيل تاجيل الخاص تاجيل القطاع الحكومي آه السكن الخاص تاجيل وليس الغاء الشيء الثاني خصخصه 97 محطه لحظه حضرتك بس انا هنا خليني هي. اوقف عند هاي سالفه التاجيل ولا مو تاجيل لم يتم وعو النواب وقالوا ان احنا قمنا بانجاز كبير جدا الحكومه كانت جايه وتبي ترفع اسعار الكهرباء صح واستطعنا الزام الحكومه ايه؟ باستثناء القطاع الخاص استثناء من تطبيق في ذاك الوقت وتاجيل النظر لها بعد سنه يعني الحين لو المجلس مستمر لا تم زياده قدمت اسعار الكهرباء والماء على المواطنين خصخصت 97 محطه وقود خصخصت قطاعات في التعليم منها يمكن جامعه اجدادية كانت نيه خصّصت اداره بعض الجهات في وزاره الصحه بعض المستشفيات منها مستشفى جابر كذلك اداره المطار واداره البريد تخفيض دعم العماله ترشيد في بعض القطاعات هذه كلها من ضمن خطه التنميه. طيب. نعم اكو مشكله لازم لازم نبينها للمواطنين هم ما يابوها بقانون هم يابوها بوثيقه. وتم عرضها على اللجنه الماليه، واللجنه الماليه وافقت عليها بالاجماع، ولجنه الاولويات كذلك وافقت عليها وتم مناقشه الوثيقه مع زياده الكهرباء على القطاع التجاري والاستثماري، وفي النهايه تم الموافقه عليها باحالتها للحكومه وهذا القرار، واضح شلو القرار شو يقول؟ شنو القرار؟ نوى السيد الرئيس عن اعاده التقرير الثاني والعشرين السيد الرئيس اللي هو منو؟ مرزوق الى لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه لاخذ ملاحظات الاعضاء اللي هي التقرير 22 هي هذا eh عرض في المجلس عرض من المجلس اللي هي وثيقه الاصلاح hmm. ووضع ملاحظات النواب ع... آ... 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 ومن ثم يح... وضع ملاحظات النواب عليها ومن ثم احالتها للحكومه وذلك خلال اسبوعين فقرر المجلس آ... الموافقه العامه على ذلك <خصوص 23> <محط> طيب لحظه هني هني أبغى اوقفك <محط> <applause> فسر لي هذا كلامك اللي انت توك ذكرته واستشهدت فيه بالاوراق فسر لي كلام السيد مرزوق الغانم دام يبتسم ذكر نص كلامه الوثيقه لا نصوت عليها بالموافقه او الرفض لانها ليست قانون بل مجموعه رؤى للحكومه تعرض على المجلس للاطلاع ولا يناقشها او لا هذا شأنه وتعود للحكومه دون موافقه او رفض وما يخصنا في الوثيقه من تشريع نصوت عليه اما ما هو في صلاحيات الحكومه وفقا لتشريعات سابقه مسؤوليه السلطه التنفيذيه تطبيقه ومحاسبتها من المجلس من يقول من يقول خطين تحت نعم. من يقول ان المجلس اعطى الحكومه موافقته على الوثيقه بغطاء تشريعي فان ذلك يدل على ان الامر انتخابي زين الان مزايدات انتخابيه ابدا نبين شيئا نتفق معاه ان الوثيقه ما يبوب بقانون زين حلو هذا واحد رؤية. نتفق مو قانون ولكن عرض على اللجنه التشريعيه ما نصوت عليها لا بالموافقه ولا لا ايه مو قانون لحظه ولكن الوثيقه هي رؤيه الحكومه زين ان الحكومه ايش تسوي في المرحله القادمه وتبي تاخذ اذن من المجلس ان هالاشياء انا راح اسويها في المرحله القادمه زين فعرض على اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة المالية الاقتصادية كاهي بالإجماع وافقوا على هذه الرؤية الحكومية تم مناقشتها وفي مداخلات لنا في جلسة الكهرباء وسيد الرئيس قال الوثيقة ترجع للجنة المالية واللجنة المالية تضع ملاحظات النواب على الوثيقة ويتم إحالتها للحكومة بمعنى أن الوثيقة لم تأتي بقانون ولكن يت ان تاخذ راي النواب على الوثيقه ووضعوا ملاحظتهم ووافقوا ان تعود للحكومه، الحكومه تعود ايش فيها؟ الحكومه تقول لك هذه الوثيقه انا بطبقها عليكم يا الشعب الكويتي. ولذلك انا اقول؟ قاعد تقول لي ان اكو موافقه ضمنيه طبعًا من طبعًا المجلس طبعًا ولذلك على الوثيقة. طبعا ولذلك انا اقول اللي وافق على هذه الوثيقه اذا تم اعادته مره ثانيه كنائب يمثل الامه يقول انا الشعب الكويتي موافقين على رايي. فراح يوافق على هذه الوثيقه، هذه الوثيقه في النهايه راح تصير زيادات في الكهرباء في الماء، تخفيض دعم العماله، الغاز راح يزيد، أه, تصير تخصيص القطاعات بعض القطاعات الصحيه تخصيص بعض القطاعات التعليميه، تخصيص 97 محطه، تخصيص كثير من الاجراءات البعض بعض يقول لك هذا كله راح يصير سواء رجعوا هذا للنواب ولا ما رجعوا هذا للنواب لان اكو احنا عندنا التزامات دول مجلس التعاون الان بدات الحين في موضوع الضريبه الضريبه المضافه موجود فيها 5% هذا اعطيناهم الحق وراح يطبق الان على المواطنين ضريبة المضافه 5% من مشترياتهم. احنا المو... مع دول مجلس التعاون، احنا ملتزمين مخال... في, م... في منظومه لا دوليه لا. اقتصاديه، احنا ما م... نقدر احنا نحن احنا احنا ملتزمين ولكن من خلال الدستور والقانون لذلك دول مجلس التعاون عندهم اتفاقية أمنية مجلس الأمة الكويت إلى الآن لم يوافق على الاتفاقية الأمنية ولذلك الاتفاقية الأمنية مستثنى دولة الكويت من تطبيقها في مجلس التعاون الخليجي عندهم العمله الموحده الى الان لم تطبق عندنا موضوع الحدود المفتوحه لحن لم تطبق في كثير من رؤى مجلس التعاون الخليجي الى الان لم تطبق فبالتالي هذه الوثيقه ممكن احنا يمكن عط... بيبدون بهذه اي ف... فعندنا القيمه المضافه الان هي الفرق بين الشراء المباشر وغير المباشر تم تطبيقه بالسعوديه والان راح تطبق بالكويت من خلال احنا عطيناهم المسوغ التشريعي تقول مجلس الامه مو من حقه نعم مجلس الامه من حقه ان يطلع التشريع وقف هذه الوثيقه الى ان يتم الموافقه من خلال قوانين من مجلس الامه طيب. وليس من خلال مسوده يعني رؤيه طيب. حكوميه في موضوع الاصلاح الاقتصادي أبي أطلع وهذا فرق بين بيني وبين الاخوه الاخرين قبل ما اطلع فاصل انت اعتبرت موضوع زياده سعر البنزين الحل البديل اللي تمخض عن الاجتماع اللي صار في مكتب رئيس المجلس بين الحكومة والنواب بأن اعتبرته قرار مهين بحق الشعب الكويتي بتعويضه سبع دنانير في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تستنزف ميزانية الدولة في توزيع الهبات والمنح سبع دنانير تعتبرها قرار إهانة. مهين إهانة إيه. شوف الحكومة يا يعني عندها رؤية اقتصادية في الإصلاح الاقتصادي طيب. وإحنا نتفق معها في هذه إذا عندك رؤية اقتصادية يفترض كنظام رأس مالي عندك رؤية متكاملة. وهذه الرؤية المتكاملة هناك طريقين يا أما تبدأ من القمة إلى القاعدة أو تبدأ في العملية الاصلاح الاقتصادي من القاعدة إلى القمة. خلافنا مع وجهة نظر الحكومة أن في عملية الاصلاح الاقتصادي سيده يو الى جيب المواطن وجيب المقيم أصحاب الدخول المحدودة من خلال ورد السيد انس الصالح وذكر بان جيب المواطن لن يمس هذه الوثيقه هو كلام ولو واقع الان البنزين لما زادوه 40% الى 60% جيب المواطن مس ولا ما مس اليوم هذا انعكاسه ايش بس في في زياده بنزين ولا زياده بنزين زياده الخدمات زياده في السلع زياده في الايدي العامله زياده في كل الامور هذه مشكلتنا وياهم احنا نقول دائما ابدا بالاصلاح من القمه ابدا في موضوع المناقصات، ابدا في الاراضي الحكوميه، ابدا في موضوع التجاري، ابدا في الهدر الحكومي في الميزانيه، انت تعتبر ابدا في هذا موضوع السبع دنانير قرار مهين مهين المواطن فاصل. ما عنده مشكله ترى في السبع دنانير انا عندي مشكله أنا بطلع فاصل <applause> ابي اطلع فاصل وبرجع بشوف ليش قلت ان الكويت سادس دوله يطلع منها دعم للارهاب وعندي قضايا ايضا ساخنه خلينا حق الفاصل <applause> الاخير القصير قصير أخير وكان لكم مشاهدينا الكرام ولازال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقه مرشح الدائره الاولى السيد صالح عاشور، ابو مهدي في الفاصل الاخير عندي مجموعه من القضايا راح استعرضها بشكل سريع تساعدني في الاختصار كل سؤال أه لا يتجاوز الدقيقه في الرد أه بعضها راح اقول لك اياه وبعضها بعد شويه راح يطلع على الشاشه، نبدي أه في اول واحد نبدأ <سؤال> في اول واحد موضوع المناهج انت ذكرت سبق وحذرت من التغافل عن الكثير من الافكار المتطرفه وطالب اعاده النظر في المناهج التي تدعو الى التطرف وعلينا الدعوه الى التمسك بالوحده الوطنيه وزاره التربيه دائما في كل تصريحاتها تقول مناهجنا خاليه من التطرف ومناهجنا تحض على الوحده الوطنيه دقيقه شو تقول اخر حكم في المحكمه محكمه الجنايات في احد القضايا اللي فيها متهمين ينتمون الى داعش القاضي محمد الدعيج أشار وجه سؤال للتربويين في وزارة التربية قال عليكم بتعديل المناهج التربية الإسلامية ومناهج التربية الوطنية لأن هي أحد أسباب اللي قاعد يؤدي إلى انحراف الشباب المحكمة قالت في حكمها أن المناهج لابد أن يتم إعادة النظر فيها لأن هالمناهج قاعد تحرض على العنف تحرض على الارهاب، تحرض على التكفير الاخر، فمشكلتنا حقيقيه في المناهج، الشيء الاخر وزاره التربيه شكلت لجنه من الوكلاء وحطوا تقرير متكامل، التقرير ينص نص صريح إن لابد اعاده النظر في موضوع المناهج خصوصا المتعلقه في قضايا الوحده الوطنيه والارهاب ودعمهم وما شابه. اروح حق اللي بعدها. ايضا خليك تصريح ذكرت فيه اذا كانت الحكومه جاده في ايقاف الهدر فعليها ان تتجه الى غلق مراكز وهيئات كاللجنه الاستشاريه لاستكمال تطبيق الشريعه والهيئه العامه بطباعه القران والمركز العالمي للوسطيه تقارير لجنه الميزانية والحساب الختامي اثبتت ان هذه الجهات لها مخالفات ماليه واداريه كثيره ولم تحقق انجازا يذكر هذه اللجان يفترض هي ايجابيه ووجه الكويت المشرق وسطيه واستكمال الشريعه الاسلاميه انت تبي تسكرها لان فيها مخالفات حسب كلامك؟ لشيئين، اول شيء الحكومه قاعده تتكلم عن ان هناك هدر في الميزانيه وعلينا ان نوقف هذا الهدر زين هيئه القران الكريم هو هدر في الميزانيه بالاساس زين لان عندك في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه قطاع كامل وكيل مساعد للقران الكريم وقاعد يقوم في دوره. فدور في الوزاره قطاع متكامل القران الكريم وهيئه القران الكريم الشيء الثاني معظم المدير العام والمساعدين والمدراء في هيئه القران الكريم كلهم تم احالتهم الى النيابه العامه وتم عزل بعضهم من وظائفهم عندهم تجاوزات ماليه عندهم تجاوزات اداريه عندهم تجاوز مخالفات في كل شيء طول هذه الفتره طبعوا فقط مره واحده القران الكريم بالملايين وانا انا مرة و... بس مره واحده طباعه واحده للقران الكريم انا عطني 20000 خ... دينار اطبع لك 20 طبعه قران كريم فما هذه المراكز هي... تعتبرها كلها هدر للمال العام هدر العام وتنفيع طيب. هذا تنفيع بالنسبه تنفيع تنفيع لجهات معينه سواء ال... القريبين لاصحاب القرار او لاي جهه يعني جهه اخرى طيب. الشيء الاخر استكمال الشريعه آه... هذه الهيئه مهمه جدا ولما تم في مرسوم انشائها في وقتها ان تؤدي عملها لمده خمس سنوات وقامت في مقارنه بين القوانين المدنيه قوانين هذا وجزاهم الله خير وانتهت مهمتهم الان ما عندهم اي مهمه فبالتالي اعاده يعني تعتبر ايضا هدر المال العام. في المال العام طيب اروح حق اللي بعدها انت وجهت سؤال لوزير الداخليه عن الاعلانات غير المرخصه لجمع التبرعات وقلت حولني الوزير الى وزيره الشؤون صح والوزيره ترد على اننا خاطبنا وزاره الداخليه دوله الكويت وضعت تحت الرقابه وضعت تحت الرقابه لانها تدعم جهات غير رسميه فهي سادس دوله في العالم تخرج منها اموال لدعم الارهاب صحيح هذا الكلام سادس دوله بالعالم تمنون يا هذا في في تقرير دولي حول الدول الداعمه للارهاب صنفت الكويت سادس دوله للارهاب ولذلك وضعت دوله الكويت تحت يسمونه الخانه الرماديه بالنسبه للمراجعات وضغطت امم المتحده من خلال تقاريرها على دوله الكويت بوضع ضوابط معينه بالنسبه مساعد وزير الخارجيه لشؤون المتابعه والتنسيق السفير ناصر صبيح ذكر لا وجود لمواطنين يقاتلون مع المنظمات الإرهابية أجزم بنسبة 100% مو 99.9 <applause> 100% أنه لا يوجد فلس واحد يذهب من الكويت لدعم أي منظمة إرهابية بل أي شخص إرهابي في أي منطقة في العالم على من يدعي ذلك في تقاريره بأن يثبت ذلك أثبتوا أول شيء 100% يقول أول شيء أنا, أنا, أنا أقولك أول شيء أثبتوا ووضعت الكويت تحت الرقابه ولكن انا هني بالامانه اقول يجب ان نميز بين الجمعيات الخيريه وبين التبرع جمع التبرعات الغير قانونيه انا ما اقول جمعيات جمعيات ملتزمه في قانون الكويت في جمع التبرعات من خلال ضوابط وضعت من قبل وزاره الخارجيه ووزاره الشؤون وهذه فيها ضوابطها كم في كم ديوانيه من دوا دواوين المقاطعين تم جمع تبرعات بالمئات الالوف وبدون رقابه وحطوها بالصوت وبالصوره هو البعض يرد عليك مهدي في هذا يقول انت ايضا دعيت على حسابك في تويتر الى جمع تبرعات لدول افريقيه انا دعيت وايضا أنا صارت دعيت هذه يعني اول مره تصير لا هذه انا دعيت ووزيره لا الشؤون تكلمت لا ايضا في الموضوع انا دعيت كوني رئيس جمعيه خيريه زين وعندي هم وعن جمعيات خيريه ما كانوا مو جمعيات خيريه انا قاعد اقول لك الجمعيات الخيريه الملتزمه بضوابط وزاره الشؤون احنا ملتزمين فيه ولا يمكن ان نجمع فلوس بدون موافقه وزاره الشؤون انا اقول كل الاعضاء النواب المقاطعين بالنسبه لدعم سوريا والمقاتلين في سوريا ما فتحوا مراكز جمع تبرعات في دواوينهم ما حطوا سيارات جمع في مراكز في كل مناطق الكويت لجمع التبرعات الحكومة <applause> اضطرت إغلاقها ها الشيء الآخر <applause> كم واحد الآن جاي مع السمونة مع داعش يقاتل الآن طلعت عليهم أحكام بالسجن كم واحد يدعي أنه حارب هناك وقتل وتم يعني اعلان عنه في الكويت، شنو ما في ولا واحد؟ طيب. في هذا كلام المسؤولين في الدوله هو مسؤولين دائما يقولون كلام غير الواقع وغير الحقيقه، طيب الحقيقه الناس تعرف الان في اموال قاعده تطلع الحقيقه يمكن هاي الحقيقه اللي انت يمكن تراها لان كثيرين ما لا يتفقون معك في نعم هذا انا قاعد اقول ما طيب ابين نشوف يعني الحين نشوف راح تطلع على الشاشه ايه. هذا الكلام في يناير 2016 قبول الكويتيين الشيعه في النيابه العامه عدم وكل هذا التمييز وغيره كثير تراه فئه رئيسيه من فئات المجتمع الكويتي وترى ايضا بالمقابل تقريب وخف السلطه من ابناء طالبان والنصره فكيف لا يحق لها ان تسخط؟ هذا الطرح البعض يأخذ عليك ابو ان هذا طرح مذهبي، طرح طائفي، ليش قاعد تميز؟ هذا مو تمييز، هذا واقع مؤسف قاعد نعيشه. زين؟ وهذا مو لسان على لسان لسان حال الناخبين حال لسان حال الشريحة الأكبر من المواطنين الكويتيين هناك سخط أن في مراكز مثل النيابة العامة بعض مرات في قبول في الشرطة وفي الجيش في الحرس في أماكن الحساسة هناك محاصصة واضحة في هذا الجانب ونسبة المواطنين الشيعة في النيابة العامة في أماكن أخرى على اصابع اليد الواحده تعد وش تفسر هذا هذا نوع انا اعتقد اخصاء ان هذه المناصب يجب ان هذه الشريحه ما توصل لها طيب نروح اللي بعدها آه. اللي بعدها على الشاشه تطلع ولا ما تطلع رد قانون اللجنه الماليه بشان الغرفه يدعو الى الاستغراب والدهش، هذا الكلام قلته في 2010 قبل عشر قبل ست سنين، الحكومه يجب عليها ان لا تجامل الغرفه وعليها ان تخضع للقانون وانه من غير المعقول ان تصبح دوله داخل دوله، غرفه التجاره دوله داخل دوله. يعني من مجلس 2000 واعتقد ثمانية والمجالس تحاول ان تطبق القانون على غرفه التجاره أن يكون التصويت فيها صوت واحد مثل مجلس الأمة ومجلس البلدي وجمعيات العام وهذا لا نستطيع إصدار قانون في هذا الجانب دولة داخل دولة يعني أنت من ست سنين لازلت على رأي على رأي غرفة التجارة دولة داخل دولة داخل دولة لا يستطيعون الحكومة بل العكس حتى وثيقة الإصلاح الاقتصادي بالأساس تمت يعني مباركة من الغرفة فيها تتعجب <applause> <applause> قل... يعني انا اقول انا اقول نروح حق اللي بعدها طيب آه... اللي بعدها هناك شب تغريده لك هناك شبيحه يكتبون بتويتر بالاجر ومعروفين للجميع ولكن المستغرب ان بعض النواب يكونون شبيحه لبعض الوزراء بثمن بخس وينسى انه يمثل على الامه عندنا نواب شبيحه الوزراء في, في مجلسكم في مجلسنا 18. نواب انت شبيحه عطني حاول لا هذه صعبه ليش؟ المشاهد واللي قاعد يش بالتويتر يعني يعرف يعني قربها انت شوي. اذا انتقدت وزير او انتقدت وزيره انت انتقدت منه انتقدت وزير او وزيره وزيره وزير عرفنا, زي زي عرفنا واحده عرفنا واحده تشوف بسرعه مدافعين وما يتحقق من زميل النائب لا يتكلم بلسان حال الوزير وهذه المصيبه ان الاقرب لك هو زميلك في مجلس الامه خلينا ما يتكلم الا من خلال مستندات وسلوانك الشكاوي خلال اقول كذا صلح الكلام. لي صح ولا غلط؟ إيه؟ يوم اللي انتقدت انت وزيره الشؤون الدكتوره إيه؟ هند الصبيح سيدة إيه؟ هند الصبيح الفاضله انبرى بعض النواب صحيح؟ للدفاع عنها قبل الاستجواب قبل الاستجواب وقبل السماع فمن دافع عن هند الصبيح من النواب انت تعتبرهم <applause> شبيحه نعم, نعم طيب نروح حق اللي بعدها اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم اللي بعدها التعيينات الاخيرة في المناصب القيادية في الجهات الحكوميه الاخيره المختلفه تتم بعيدا عن المعايير الموضوعيه المحسوبيه والتنفيع معايير اساسيه في التعيين لتلك المناصب والظاهر ان التحالف الوطني والحركه الدستوريه لهما نصيب الاسر في هذه المناصب واضح تاثير تلك القوى السياسيه على اصحاب القرار شوف احنا عندنا اليوم انهيار اداري في كل قطاعات الدوله واساس هذا الموضوع هو موضوع القيادات يتم الكل يقول بالبرشوت من خارج القطاع من خلال الواسطه ومن خلال المحسوبيه، ولو نراجع الاسماء واضح ان اكثر جهتين حظوا في هذه الـ يعني المناصب هو الانتمون الى الحركه الدستوريه والتحالف الوطني. طيب بقول لك التحالف الوطني في النهايه هم اساسا موجودين وشاركوا في المجلس وكلنا مشاركين طيب. وكلنا موجودين بس وكلنا بس ما نحصل شيء من هالمناصب ما ليش؟ ما حصلت لأن ابدا شو حتى ما في نسبه وتناسب زين؟ احنا مو نسبه وتناسب يصير محاصصة انا ما ارمي هالشيء، انا اقول الدستور ما يميز. احنا نبي مبدا تكافل الفرص، احنا ليش كم قضيه عندنا في المحكمه الاداريه؟ اكثر من 400 قضيه في المحكمه الاداريه، سبب ليش؟ التمييز. قضايا مثل نوع شنو نوع؟ مناصب مناصب ان تضع الرجل آه الغير مناسب في المكان آه آه المناسب ولذلك هناك سخط في الوسط بصوره عامه ان هذه المناصب يتم لاصحاب الحدوة للمقربين لاصحاب النفوذ لاصحاب الواسطه اما الكفاءه الحقيقيه اللي المفروض يدير هذه الاماكن هو مهمش هو بعيد ولذلك احنا عندنا انهيار اداري ما عندنا القدره على اداره شؤون البلد طيب. عندنا 37% فقط نسبه الانجاز طيب انا وعدتك ان راح اعطيك ثلاث دقائق ونص في ختام الحلقة بس مضطر أن أسوي عليهم خصم وراح أعطيك دقيقة ونص لأن أنا تجاوزت الوقت المتاح لي دقيقة ونص رسالتك الأخيرة اللي توجهها للمشاهدين اليوم رسالة المشاهدين حقيقة إحنا أمام يعني وضع سياسي دقيق وحرج واليوم مسؤولية اختيار أعضاء مجلس الأمة القادم يقع على المواطن يفترض أن نطالع تصريحات النواب ونشوف من يمثلهم في المرحلة القادمة سواء ما يتعلق بالوثيقه او يتعلق بالمرحله القادمه. اليوم المقاطعين اللي يو خطابهم الاساسي يفترض يكون خطاب اصلاح سياسي، اصلاح اقتصادي، اصلاح اجتماعي يمدون ايدهم للتعاون لجميع التيارات وجميع من يمثل الشعب الكويتي. ولكن للاسف انصدمت في خطابهم السياسي ما زال نفس الخطاب السابق خطاب تحريضي خطاب فيه فئوي فيه خطاب فيها فتنه خطاب لا يبشر ان المرحله القادمه هي مرحله فيها تنميه وفيها تعاون لذلك انا احمل المواطنين الكويتيين انا اقول اي واحد يوصل بعيد عن واقع الوحده الوطنيه وواقع مصلحه الكويت واستقرار الكويت ويعمل لاجل التنميه الحقيقيه اذا وصلوا للمجلس وبالتالي ما ينتج عن هذا المجلس هو المواطن يتحمل هذه المسؤولية هو اللي وصل ونفس الشيء بالنسبة للوثيقة إذا تم إقرارها هو المواطن من يصل وبالتالي مجلس الأمة ما هو إلا نتاج اختيار المواطنين طيب. كلما حسنا الاختيار اختيار صحيح بحيث يكون مواطن قريب آه عضو ما يكون قريب من المواطن طيب. ما يكون قريب من الحكومة ما يكون قريب من رأي الحكومة هذا مجلس لا هذا مجلس ولذلك تعيش هو كان يعني نتاج باختيار الناس يعني ولذلك هذا الاختيار أنا أعتقد في الآن في نية للتغيير في طيب. نية أن يكون اختيارات تختلف عن اختيارات السابقة نم... وهذا ما نتمنى نم... سواء أنا أو أي مخلص. واحد ثاني المخرج راح يقطع علي في نية يقطع علي الحين مرشح الدائرة الأولى <applause> صالح شكرا لك شكرا لك. شكرا لك كل التوفيق أحسنت مشكور شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام موعدي يتجدد معاكم يوم الخميس عقب باكر الساعه 10 على شاشه الكود تحت المجهر في امان